انا بخاف افقد الناس قوي خالص خالص. انا كل حد في الاول يبقى خايف يتعامل معايا. موت جدتي ده اكتر موقف كان صعب عليا، يعني ليه خلتيني متربيه قوي كده وليه خلتيني ماذيش؟ انا بتاثر قوي ومش بلاقي اللي بيتاثر قوي، فعلى ايه؟ ده مينيز، هنعرفك على المشاهير بطريقه مختلفه. كل حلقه هيبقى معانا ضيف يحكي لنا عن قصته بطريقته. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا حلقاتنا الجديده. انا فرح شعبان، عندي 25 سنه، ام البيبي اسمه رحيم. دخلت يعني الوسط الفني عن طريق ماركت جمال مصر، وبعدين بقيت مذيعه، دلوقتي مذيعه بس كده. بدايتي خالص كنت 18 سنه، قدمت في مسابقه ماركت جمال مصر للعالم، بعدين دخلتها 4 شهور، بعدين الحمد لله كسبت، بعدين سافرت ماركت جمال العالم بس ما كسبتش اي حاجه هناك. بس كانت اكسبيرينس لذيذه وحلوه، يعني قدمت بلدي واعتقد يعني اني عملت يعني اللي المفروض يتعمل بس. وبعدين بقى بعدها واحده واحده كده دخلت في الموديلنج، وبعدين اشتغلت في اليوم السابع شويه، وبعد كده بقيت مذيعه. بعد هي ضافت لي انه هي يعني هي اللي فتحت لي المجال كله عامه، لانه هي كانت ستاف بالنسبه لي، بس انا من وانا صغيره وعايزه اكون ملكه جمال مصر. كانت جدتي الله يرحمها تاخدني اول مره خالص، خدتني كان عندي 15 سنه ورحنا اوديشن، قالوا لي انتي صغيره قوي ما ينفعش. كان ساعتها داليا بحيري ورجاء جدابي ربنا يرحمها كانت موجوده، قالت لي مش هينفع وكده وانتي صغيره قوي لسه فمش هينفع. بس بعدين جدتي لما توفت بقى انا جه الموضوع بالصدفه قدامي ورحت، واصلا بالنسبه لي الموضوع كان عادي، بس رحت وقدمت والحمد لله بقى كسبت. يعني خالص خالص انا كل حد في الاول بيبقى خايف يتعامل معايا عشان بيبقى شايفني من بره تنكة وكده، بس انا مش كده خالص، انا اقفل من كده بكثير خالص. اصل هكون مغروره ليه؟ يعني ايه السبب اللي يخليني مغروره؟ بحس المغرور ده ما بيكونش عنده ثقه بنفسه، بيكون كذاب. يعني في فرق بين الثقه بالنفس وفرق بين الغرور. انا بالنسبه لي الواثق في نفسه ده عنده حاجات بجد خليه واثق من نفسه، المغرور ده كذاب فبيحاول يملى الهاله حواليه باي حاجه عشان خاطر هو شخص فاضي من جواه. دي وجهه نظري عن الانسان المغرور. عمرها قالت لك فاكره نفسها حلوه؟ اه كتير. ايه ده، هو انت فاكره نفسك حلوه؟ اقول لهم لا انا عارفه اني حلوه. ايوه طبعا، ما هو اصل الحمد لله يعني. اه الحمد لله كنت طفله سعيده. لا الحمد لله طفولتي كانت كويسه، يعني ما كانش فيها حاجه الحمد لله يعني وحشه خالص. جدتي ومامتي وبابايا وعماتي وخالاتي، انا اصلا انا بحب الفاميلي قوي، انا عامه شخص بيتعلق باللي حواليه قوي، يعني بحب عيلتي وبحب صحابي. و بيتعلق تعلق عادي ولا تعلق مضر؟ تعلق مضر. أذاكي قبل كده التعلق ده؟ اه بيأذيني لحد دلوقتي، التعلق ده بيأذيني. ما حبتيش تشتغلي عليه؟ مش يعني بحاول اشغل نفسي بس بحس ان انا بتعلق قوي. موت جدتي ده اكتر موقف كان صعب عليا، يعني وانا 10 سنين. دي مامة مامتي ومامة بابايا وانا 16 سنة. مامة بابايا. وانا عندي 16 سنة. مامة مامتي كنت موجودة عشان كده اتأثرت يعني نفسيا. مامة بابايا كانت هي في البيت عندنا قبلها بيوم، وتاني يوم روحت المستشفى فكلمونا قالوا لنا. ممكن مش عارفة، ممكن انا بخاف افقد الناس قوي. انا عامة بخاف من الموت قوي وبخاف من المرض قوي، يعني مش بخاف عادي. بالنسبة لي لو حد توفى دي حاجة مش عادية، يعني ما بعرفش انام وافضل قلقانه وبخاف حد يموت وبقعد افكر واقعد اعيط واقعد، يعني الموضوع بالنسبه لي مش عادي. لكن انا بتمنى يعني اكون انا اول حد يمشي من عيلتي، مش بكون يعني بقول مش هقدر استحمل اشوفهم، يعني مش هقدر اكون في موقف زي ده، فدايما بتمناها من ربنا ان لو حد هيمشي اكون انا اول حد منهم كلهم. جوز اختي اثر عليا جدا عشان كمان عنده اطفال اللي هما خديجه وكندا ولاد اختي، هي 6 سنين وكندا 4 سنين. شفتهم كده يعني انا اللي خدت خبر في وشي كمان، هما كانوا معايا فبقيت مش عارفه اعمل ايه يعني. وهو مات فجاه واحنا كنا في رمضان في ليله 27 وقاعدين مع بعض كلنا، وبعدين اكلم اختي قالها رجعي تعالي، فاختي رجعت وسابت الاطفال معانا، فاختي بتكلمنا في التليفون بتصرخ احمد تعبان احمد تعبان، فنزلنا رايحين لها كلنا، عدينا على بابي قال لنا مات فجأة كده، قال لنا أحمد مات، فبقينا كلنا بنبص لبعض كده. أنا نزلت وسبت العربية وجريت، سبت العربية خالص
جريت في الشارع مش عارفه انا رايحه فين، بس مامتي فضلت قاعده ساكته ما بتتكلمش. طبعا كان الخبر صعب عشان احنا كنا متجمعين وهو مش تعبان مفيش اي حاجه، فتاخد الخبر وبعدين عمال تبص للطفلتين اللي قدامك، خديجه عمال تقول هو بابي ماله، فتحس ان انت عمال تاخد الموقف كله في وشك ومش عارف تعمل ايه. مش عارفة، بس أنا بالنسبة لي هيكون أهون عليا لو أنا مشيت وسبتهم، بس مش عشان عارفة نفسي، الموضوع هيبقى مستحيل بالنسبة لي يعني. صعب قوي يعني، بيبقى في مكان بيمشي ويسيبه يعني، فمش بتحس إنه بعرف أتخطي كل حاجة؟ لا مش كل حاجة طبعا، بس أنا عشان أنا مش شخص دراما يعني، ممكن اكون في مصيبه كبيره قوي وبحاول اطلع نفسي منها بسرعه، فاللي حواليا بيحسوا ان انا مش متضايقه وكده، بس انا شخص بيتاثر جدا بكل حاجه، بس مش بحب اكون دراما يعني، مش بحب اشتكي كتير ومش بحب اقعد ابين اني زعلانه ومش بحب اشيل حد همي، فبسرعه بخرج نفسي. مش عارف هقول ليه يعني، ليه كده يعني ده هو صمم تخيل. انا عمال اقول مش هعيط. لا يعني ليه كده، ليه الأدنية يعني. مش دايما عشان كده مش عارف. مش دايما. انت عارفه انك لما حسيت انك هتبقي متضايقه ضحكتي عشان تخبي اللي جواكي؟ تعملي ده على طول؟ طول الوقت، طول الوقت بضحك عشان ما بينش حاجه. بس قريبين مني بيعرفوا؟ لا برضه. نادر قوي يعني، لما خلاص ببقى ما عدا ان انا بينت يعني ان انا ببقى داون لدرجه صعبه. لا مش شرط. مش بصدق في الموضوع ده. يعني بالدليل لما في ناس بتمشي وبتسيبنا وبيوحشونا وهم مش حوالينا. دفعتني ضريبة اني مش حرة خالص خالص خالص. اي قرار لو انا هقدر اتخطاه في وقت قليل بسبب الشهرة مش هعرف اتخطاه بسهولة. لا الحمد لله. شوية بس ما قصرش فيا يعني، كانوا بيقعدوا يقولوا انت طويلة قوي على سنك، بس عادي ما قصرش فيا بصراحة. طول ما الست والبنت مبسوطه تمام. انا من وجهه نظري الشخصيه انه هي دي حاجه هتخليها من وجهه نظرها اجمل، اذا فاعمليها، ما عنديش اي مشكله معها خالص. انا مش عامله بس انا ما عنديش مشكله معاها. ساعات اقول مثلا شكلي النهارده مش حلو، عايزه اروح اعمل حاجه مختلفه، عايزه اغير لون شعري، عايزه مش... لا النهارده لبسي مش عاجبني. طبعا كلنا بنعدي باللحظات دي يعني كبنات. بحب نفسي، بحب نفسي طبعا، عشان اعرف اكمل لازم اكون بحب نفسي. بابايا، كل حد فيهم عنده حته لوحده يعني، مثلا انا وبابي صحاب قوي من وانا صغيره، عامه بحكي له كل حاجه. مامي بالنسبه لي هي الشخص المدبر في كل حاجه يعني، تحس الحياه من غيرها هتقف، بس انا صاحبه بابي اكتر، بس مامي هي اللي هي ايه، اللي هي لا ده الصح، ده مش عارف ايه، ده اللي هو بحس ان انا ابقى تايهه من غيرها. ابويا بقى بحس ان احنا لا، احنا اصحاب واخوات. بابا عاطفي وماما عقلانيه اكتر. دي حقيقه. انت ولد عاطفي من بابا جدا. حسيت بالظلم قوي يعني، ممكن ما جاوبتش على السؤال ده. لا في حاجات عايزاها مش عارفه تكون معايا، وفي حاجات ممكن انت قلته. بنزل اتمشى، اسمع اغاني، دايما بحب اسمع اغاني قوي وانا متضايقه، وبعدين مش بسمع اغاني تفرفشني، بسمع اغاني تكئبني اكتر. بحس ان الاغاني، معرفش ده احساس معرفش صح ولا غلط، بس بحس ان الاغاني بتعبر عن كلام انا مش عارفه اقوله. حنيه، انا شخص حنين قوي قوي قوي، وبفقد ده في كل اللي حواليا، مش بلاقي ده بسهوله. شايفه بتدي اكتر يمكن. ممكن فعلا فعلا يعني، اقدر اقول مفتقده الحنيه، بكون عايزاها مش عارفه انا مستنياها بشكل غلط ولا يعني ولا ايه، مش عارفه.
لا حابينه بس مش عايزين يدوه. يعني انا اقدر اقول ان انا ما قابلتش حد حنين زي، بس ممكن اقول قابلت ناس احسن مني كتير عادي، عشان ما حدش يفتكرني بتكلم عن نفسي حلو، بس انا بتكلم عن صفه معينه انا عارفه كويس قوي انا اي شخص معايا كصحاب عامه، انا بتكلم كصحاب كريليشن كاي حد، مش بلاقي حد بيديني نفس الحنيه اللي انا بعرف اديها للشخص اللي قدامي. من الاهل، لو متربي في بيت حنينين كلهم هيبقى هتبقى كل حوالي يعني هتبقى انت حنين. بتأذيني، ولسه كنت امبارح بتكلم مع مامي بقولها حرام عليكي ما كنتيش ربيتيني قوي كده، فبتقولي يعني ايه؟ قلت لها انا حاسه ان التربيه زياده دي مؤذيه، قلت لها يعني انا مش بعرف اذي خالص، ومش بعرف يعني مش حتى لو حقي معاك انا مش بعرف اذي، مع ان انا بتكلم حلو قوي، يعني انا اعرف ارد واعرف اتكلم واعرف اخد حقي بلساني كويس قوي باحترام من غير ما اقول اي حاجه عيب، بس مش بعرف اخد اكشنز، يعني بحس انه انا الاكشن في ايدي اهو في ايدي وانا مش عارفه اتحرك، بحس ان مستحيل اعرف اذي. فقلت لها امبارح انت ليه طلعتيني كده؟ يعني ليه خليتيني متربيه قوي كده؟ وليه خليتيني ما اذيش؟ وليه خليتيني ما اعملش؟ احنا اصلا في وقت صعب قوي كل حد بيعمل كده. فقالت لي انت بتتعاملي مع ربنا وما تخليش حد يغيرك ابدا. ست يعني اكيد مش تجربه سهله، ان شاء الله هذه لا خالص خالص. انت مش سوشيال ميديا بتاثرش خالص خالص، يعني بقول مش ناس يعني مش الشاشه اللي هتقيمنا يعني، فبقى خلاص دايما الستوري انت شايفها من جاي بيبقى فيها جزء ناقص. اكيد انت بتعرفي تكملي الجزء بتاعك في الستوري ولا ساعات ما بتعرفيش؟ لا ساعات مش بعرف. محتاجة تعملي اصلا تعرفيش؟ ساعات ببعد، يعني بقول خلاص وقتي هنا خلص فمش عارفة اعمل حاجة تانية. انا مش بعرف اكون موجودة في مكان غير مرغوب فيا قوي، انا عندي حاجة كده لو الحاجة مش طالعة من القلب مش عايزاها. في المطلق لا، بس من ناس معينة ما فكرتش فيها، بس انت خليتني افكر فيها دلوقتي. بص انا عندي مشكله رهيبه، انا التقشر الحليم اذا غضب، يعني انا شخص بيسامح لابعد الحدود، ممكن اقعد سنين بسامح وما اتكلمش وما اديش انذار وما اعملش اي حاجه، وبعدين تيجي على موقف صغير قوي مش هتلاقيني، ولدرجه ان انت هتستغرب هتقول هي كانت بتمثل الفتره اللي فاتت دي كلها ولا هي مين؟ انت مين؟ ممكن تقف في درجه تقولي انت مين؟ انت ازاي كنت امبارح بتعملي كده والنهارده انت كده؟ فانا دي شخصيتي، بعرف امشي كويس قوي وبعرف ادي ظهري كويس قوي وبعرف امشي بجد، بس عقبال ما باخد القرار ده بكون اتأذيت ساعات. لما بكون مع ناس مش شبهي ومضطره اضحك واجامل او بكون متضايقه ومش عارفه اعبر، او الناس شايفاني بطريقه وانا اصلا مش كده. حبيتي كفايه؟ لا. مشكلتك ولا مشكلتك؟ مشكلتهم مش قوي، حاسه اني كل ما بكبر كل ما ثقتي في الناس بتقل جدا. في ناس مكملين معاكي وعارفه ان دول ممكن تديهم ظهرك ولا؟ طبعا كتير الحمد لله، عندي كذا حد في حياتي اساسي. يعني كنا قاعدين فقلت له مش عارفه بنتكلم على ايه يعني، فقلت له كنا بنتكلم على حاجه في الرحمه، قلت له انا هسمي ابني رحيم عشان يبقى رحيم بابوه وامه ويبقى انسان رحيم بكل حد حواليه، عشان كل واحد ليه من اسمه نصيب. او لا خليكي قويه ما تتاثريش قوي كده باللي حواليكي، يعني ما حدش هيتاثر بيكي قوي كده. لا ما حدش بيتاثر بحد عامه قوي كده، انا بتاثر قوي ومش بلاقي اللي بيتاثر قوي، فعلى ايه؟ امشي بسرعه ما استناش، ما اديش محاولات، يبقى قلبي مش ابيض قوي كده، اعرف اقسى اعرف اقسى، نفسي اعرف اقسى. انا اصلا واخده معاك تحدي ان انا مش عايزه اعيط، انت مش فاهم. كل ما احس ان الدمعه جايه ارفعها لفوق. لما حد يوحشني واكون مش عارفه اكلمه، حد يكون تعبان حواليا، لو حد توفى، لو موقف اثر فيا، اي كاتب كتاب حد بعيط بتاثر قوي في اللحظه دي.
شدك من هدية ولا ايه؟ تقريبا كانت هات لك هدية. بتأثر بس بسرعة. 10 شهور. بتستفادي من الموضوع ده ولا؟ اه قوي بصراحة. يعني بتتكلم مع شخص فاهم، بتعرف تتكلم، تطلع كل اللي في قلبك، وهو برضو بيحطك على الطريق المظبوط في الكلام. فزي انا عندي وجهة نظر، اللي قلبه تعبان بيروح لدكتور قلب، اللي دراعه او رجله او عظمه وجعانه بيروح لدكتور عظام. يعني انا وجهة نظري ان كل دكتور، يعني كل تخصص بيبقى ليه دكتور بتاعه. اكون مذيع مشهور قوي في الوطن العربي. خلصت حلقتنا النهاردة، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا حلقتنا الجديدة اللي بتنزل كل 2 وخميس الساعة 8 بالليل.